قال فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى. إذن قلت الدرجة بعدها صح ولا لا؟ أول شيء الجهة بعدين الدرجة، ابن الابن ها أقدم عندنا من ابن 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 ابن، صح ولا لا؟ لأن هذا أربع درجات، هذا درجتين، واضح ولا؟ أيوة. انتبه، ابن الأخ مع الأخ من المقدم؟ كلهم أخوة، لكن هذا درجة وهذا درجتين، صح ولا لا؟ إذن فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. الأخ الشقيق مع الأخ لأب، ها كلاهما جهة واحدة، صح ولا لا؟ وكلاهما درجة واحدة، ولكن إذا نظرنا إلى القوة وجدنا أن الشقيق له قوتان والأخ لأب له قوة واحدة، فقدمنا الشقيق على الأخ لأب فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. هذا بالنسبة لتقديم العصبة بالنفس. أما أصحاب الفروض فقد قسمها الله سبحانه وتعالى وبين شروطها ووضحها، ولا مجال فيها للاجتهاد، لا هذه ولا هذه، كلها واضحة ولله الحمد.